بطبيعة الحال القصف الإسرائيلي ليس عشوائي، سواء كان من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تستهدف منازل بعينها في رفح، كان هناك استهداف 4 منازل بشكل مباشر وشقة سكنية، وبالتالي ليست عشوائية، إنما كان هناك استهدافات بعينها في مدينة رفح. المدفعية الإسرائيلية ربما عندما تقصف في المناطق الشرقية لمدينة رفح تقصف بشكل عشوائي ومكثف باتجاه المنازل والأراضي الزراعية الفارغة. كذلك الأمر في مدينة خان يونس التي تتعرض أيضا إلى قصف من المدفعية الإسرائيلية بشكل عشوائي أيضا تجاه منازل المواطنين والأراضي الزراعية الفارغة، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية الغربية، وسط أيضا اشتباكات لا زالت مستمرة. المناطق الوسطى، المدفعية الإسرائيلية في شرق مخيمي البريج والمغازي كذلك الأمر تقصف، ولكن هناك سلسلة من الغارات نفذت على دير البلح وأيضا مخيم النصيرات وسط القطاع، استهدفت منازل أسفرت حتى اللحظة عن 10 ضحايا وعشرات الإصابات في مخيم دير البلح وأيضا مخيم النصيرات. في المناطق أيضا الجنوبية لمدينة غزة، حي الزيتون وحي تل الهوى، هذه الأحياء تعرضت إلى قصف من المدفعية الإسرائيلية وسط أيضا اشتباكات في المناطق الغربية لحي الزيتون. هناك أيضا سلسلة من الغارات التي تأتي في ضوء العملية العسكرية البرية لليوم الثاني على التوالي على مخيم الشفاء وعلى مجمع الشفاء عفوا ومحيط هذا المجمع. هناك سلسلة من الغارات نفذتها الطائرات على حي الرمال وحي الشيخ رضوان وحي النصر وعلى مخيم الشاطئ، استهدفت منازل وبنايات سكنية وأبراج سكنية، أسفرت عن عدد كبير من الضحايا، وهناك عجز كبير من قبل الإسعاف والطواقم الدفاع المدني من انتشال الإصابات والضحايا، لأن هناك حصار تفرضه القوات الإسرائيلية على مجمع الشفاء، وبالتالي لازالت الأوضاع متصاعدة في مدينة غزة.